السلام عليكم متابعي صفحتنا الكرام. اليوم نشرح لكم موضوع مهم بأجهزة التخدير، اللي هو يعتبر أحد أنظمة الحماية الموجودة بعربة التخدير، ونفس الوقت هي بالتحديد بالفلوميتر اللي هو نظام الأنتي هايبوكسيك سيفتي فيتشر. الأنتي هايبوكسيك سيفتي فيتشر تفيدنا بحالة استخدام النيتروس أوكسيد ويا الأكسجين. احنا نعرف بأن النيتروس أوكسيد هو غاز استنشاقي يعتبر مسكن أكثر من ما هو مخدر، عكس الانهيليشنال أنستيزيا اللي هي تعتبر منومات أكثر من ما هي أنالجيسيا، يعني ما بيها تأثير أنالجيسيا وإنما منومة، بينما النيتروس أوكسيد يعتبر أنالجيسيا بس يعطي سيديشن بس ما ينوم، يعني فما يعتبر ضمن المنومات. فالانتي هايبوكسيك يعني مضادات نقص الاكسجين، هاي شو وقت تصير؟ انا من افتح اكسجين ونايتروس وعدي تركيز الاكسجين يصير قليل اقل من 25%. فهذا النظام شلون سووه؟ عن طريق الفلوميتر، فسموه لينك 25 او السلسلة 25 اللي هي مثل ما واضحة قدامكم بالصورة. هاي الفكرة منها شنو؟ انسان عندي الفلوميتر، نعرف الاكسجين كلر كودد مالته ابيض والنايتروس الكلر كودد مالته ازرق. فاني لنفرض ما فاتح اكسجين وجيت فتحت النايتروس وحده، فطبعا انا من انطي نايتروس اوكسايد للمريض بدون اكسجين ايش راح يصير عندي؟ هايبوكسيا. فحتى يمنعون هاي الظاهره بين نظافه وهاي السلسله ما بين العتله مال الفلوميتر الاكسجين والنيتروس أوكسيد، فمجرد ما أفتح الأكسجين السلسلة راح تفتر عندي ويفتح لي الأكسجين أيضا ويحاول يخلي تركيزه أكثر من 25%، حتى شنو؟ يحمي المريض من الأخطاء اللي تصير، اللي هي من ضمنها نسيان فتح الأكسجين وفتح النيتروس أوكسيد وحده. طبعا احنا حاليا النيتروس أوكسيد مو موجود بالعراق، او يعني اقصد مجال التخدير، بس ان شاء الله طبعا اكو بعض المستشفيات راح تستخدمه، بالاضافه متوفر بعيادات اطباء الاسنان. قبل ما نختم الحلقه وياكم احب انوه على شغله، صار فتره توصل لي فيديوهات من البعض، يعني مثلا طالب يدز لي فيديو يقول لي شفت واحد شارح معلومه هاي عنوانها. فمن دواع الفيديو هو الطالب ليش يدز لي الفيديو مال اي شخص، يعني بدون تحديد، ما اقول فلان او فلان، من دا يدز لي الفيديو اشوف اخطاء فظيعه. يعني نصيحه، اي شخص يريد يسوي فيديوهات يريد يشرح للطلاب ماكو مشكله، بالعكس رحم الله والديك وممنونين، بس يا اخي اشرح صح، يعني حاول بهيج امور تطل معلومه حقها. يعني حنطيكم مثال عن الفيديوهات اللي وصلي. واحد من الأخوة اللي مرد نذكر اسمه، أنا بعدين عرفت اسمه، بأنه يقولهم للطلاب بأنه النالكسون هو أنتيدوت للأزمرون، يعني هاي كارثة، كارثة بحد ذاتها. واحد لأخ مسوي له فيديو ما أدري إيش قد نص ساعة، ما أدري إيش قد، وخابص الدنيا والهبنوتك والمنومات والانالجيسيا وكلها غلط، يخلي النيفوبان بالهبنوتك اللي هو الاكيوبان، ومخلي الميدازولام والفاليوم مخليها انالجيسيا، يعني مخربط الفئات الدوائية كلها. يا اخي اي معلومة انت تحس نفسك مضاوطها ما متمكن منها حاول ابتعد عنها، يعني ترى هو العلم مو لأجل بأنه واحد يطش أو يشتهر، لا، أنت العلم بأنه رب العالمين مثلا نطاك إمكانية تشرح أو نطاك إمكانية علم، فأنت مو تستغل هذا في سبيل حتى لو تشرح غلط تجيب منا ومنا تسرق معلومات في سبيل بس تريد إحنا بلغتنا الدارجة نقول طشة، فهذا الشيء خطأ، والعلم يعتبر أمانة، كل كلمة تقولها أنت مسؤول عليها أمام الله. وأعتذر بأنه أخاف طالت الحلقة، بس صراحة يعني ضروري
لازم اذكر هذا الموضوع لان يصير اخطاء هواي، يعني الفيديوهات اللي توصل لي كارثه، المعلومات اللي اكو بعض دين شلون مثلا هو طالب بعد اصلا هو ما ضابط الماده ويجي ينشرها، او هسه هو متخرج وما عنده معلومات او هو اصلا كان ما يقرا زين، وبس يريد يعني الهدف بانه ها هي طشه، يعني هو ترى احنا مو عندنا فن ولا عندنا مثلا مسرحيه ولا احنا ممثلين حتى، او انت مطرب حتى تريد تطش، لا انت تقدم علم، فتقديم العلم بامانه. واتمنى الموضوع عجبكم وسهل، واللي عنده استفسار يقدر يخليه بالتعليقات. اما بخصوص الموضوع الثاني اللي هو هذا اللي حكيت عن الاخطاء اللي جاي تصير بسبب نشر المعلومات الخطا من البعض، فاذا عندكم اراء او استفسارات تقدرون تذكروها لي بالتعليق او على الخاص. تحياتي لكم.